تعال انا اقول لك تغير ازاي صورتك من كده لكده في ثانيه واحده من غير اي برامج. تابع معايا. ودي الصوره من الجاليري، هتضغط على عليها السهم دي، هيجي لك الخيارات دي اللي هو القص والحاجات دي اللي هو الاعدادات بتاعه الموبايل العاديه. وبعدين هنا هتلاقي في اختيار اسمه سكاي اللي هو بيغير لون السماء، وهنا بقى عندك الوان كتير جدا منهم اللون ده، وبيغير شكل الصوره بطريقه فظيعه. لو خدت بالك كده هتلاقي في الوان مختلفه واشكال السحاب او الغيوم مختلفه. وكمان فينا حاجات تانية بقى زي الفيديوهات. ايوه بيعمل فيديوهات شكلها روش قوي قوي قوي، دي تحس انت بالليل كده ودي الدنيا بتمطر كده وشكلها حلو قوي، وده جو ثلج كده لا 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 الموضوع ده شكله حلو قوي، وشايف بقى ان هي بتنقط كده موضوع فظيع. انت كمان سبسكرايب ولايك للفيديو ده عشان في حاجات بتاع الابليكيشنز كتير هقولك عليها في الايام الجايه. بس كده.